خلينا اروح مع حضراتكم على الخبر اللي بعد كده. الخبر اللي بعد كده، النادي الاهلي بعد لحظات، نادي الاهلي كره السله رجال بعد لحظات هيقابل سبورتنج في بطوله كاس مصر الدور قبل النهائي. النادي الاهلي برضو كان توقف كورونا داخل 1/8، مش هطول عليكم في القصه دي، انا قلتها لكم كذا مره، ولكن النادي الاهلي وفرق كتير ما لحقتش تعمل ماتشات وديه. دي الفتره اللي دخلوا فيها السله المغطاه ما لحقوش يعملوا ماتشات وديه. فاحنا كبرنامج قناه النادي الاهلي او برنامج الابطال في قناه النادي الاهلي اتحركنا كاسره البرنامج كله، عملنا تغطيه خاصه، عشنا يوم كامل مع الفريق في التدريب، شفنا بيتمرنوا ازاي من الكواليس، ابتدت من اول اوضه اللبس للتمرين، كنا معاهم لحظه بلحظه، هنوريكم التركيز ونوريكم ازاي اللعيبه كانت بتستعد لهذا الاسبوع، الاسبوع الحاسم، انا مسميه اسبوع الحاسم لكره السله. نزلنا لكره السله عشان هي الاسبوع ده بالنسبه لها اسبوع الحاسم والمنافسه شديده جدا. خلينا نشوف التغطيه دي وارجع لحضراتكم تاني. تحديات كتير بتواجه فريق السلة بالنادي الأهلي، ما بين إصابات وغيابات وتوقفات، لكن احنا عندنا رجالة بيحاولوا يتغلبوا على كل الظروف والصعوبات دي عشان يكونوا رقم واحد ويسعدوا جماهير نادي القرن. الحماس كان ظاهر في التمرين والتركيز كان موجود على كل الوشوش، وكل ده لأننا قربنا من حلمنا وهدفنا هو الفوز بكأس مصر ودوري السوبر، وعلشان كده كنا موجودين معاهم عشان نشد من أزرهم ونقول لهم انتوا مش لوحدكم، في ملايين في ظهركم. بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم، بس مش من استوديوهاتنا، من صاله 6 اكتوبر او صاله شباب الرياضه في 6 اكتوبر اللي هتقام عليها احداث او المباريات القادمه في كره السله. الحقيقه النهارده فريق عمل البرنامج الابطال اتحرك وجي صور هنا في الصالة مع فريق كرة السلة. الحقيقة فريق كرة السلة عنده أسبوع في منتهى الأهمية، عنده مباريتين تأهل، سواء كأس مصر قبل نهائي كأس مصر مع سبورتنج إن شاء الله يوم الأحد، والسبت اللي وراه إن شاء الله مباراة أو جيم فور في الأدوار الإقصائية أو المباراة الرابعة في الأدوار الإقصائية أمام نادي الجزيرة، إذا فزنا عليها إن شاء الله نتأهل لملاقات نادي الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر. فإذا الأسبوع التأهل. في البداية برحب بضيفي وأسطورة النادي الأهلي الكابتن طارق الغنام، أسطورة النادي الأهلي طبعا الكبير ومدير اداري الفريق الاول، اهلا بك يا كابتن طارق. اهلا كابتن هيثم، اهلا بك. يمكن عندكم اسبوع مهم يا كابتن طارق، النهارده تمرينه في المباراه، تمرينه المباراه الاساسيه بتتمرنوها من استاد طبعا او صاله 6 اكتوبر، شايف الاسبوع ده ازاي يا كابتن طارق؟ طب اولا بس هقول كلمه، اولا بشكرك وبشكر قناه النادي الاهلي على المجهود والسبورت والحاجات اللي فعلا انا شايفها تفرق مع الفرقه ومعانا ان شاء الله، ودي حاجه طبعا متعودين عليها من النادي الاهلي، وبشكر القناه جدا جدا. دي اول حاجه بالنسبه لي لازم اقولها يعني طبعا، دي اقل حاجه نقدر نقدمها لابطال زيكم ان شاء الله، وهنفضل معاكم لحين تحقيق الحلم باذن الله. يا رب باذن الله. بالنسبه لسؤالك بقى، طبعا انا عندي اسبوع او الفرقه عندها اسبوع او 10 ايام، يعتبر السيزون كله، يعني انت بتشتغل حوالي 8 شهور عشان خاطر ال 10 ايام دول. ظروف طبعا الناس كلها عارفاها وكورونا، ومش هتكلم فيها لانها على الكل. ان شاء الله عندنا بعد بكره سيمي فاينال كاس مصر مع سبورتنج، ماتش مهم جدا، احنا خلينا ناخد كل حاجه واحده واحده، لان انت بعديه عندك فاينال كاس مصر لو ربنا كرم ان شاء الله باذن الله، فطبعا مهمين جدا. الخطوه اللي بعديها اللي هي بتاعه الجزيره طبعا ليها وقتها ومهمه جدا، بس خلينا نفكر في الماتشين دول. عندي ماتش بعد بكره حياه او موت، عايز افرح النادي، عايز افرح جماهير النادي الاهلي، عايز افرح الفرقه، مجهود، عايز جهاز فني جديد، اسلوب جديد، ان شاء الله باذن الله ربنا قدرنا، وباذن الله رب العالمين نبقى في احسن حال ونفرح الناس كلها باذن الله رب العالمين. كابتن اشرف توفيق مدرب منتخب مصر السابق ومدير فني الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كوتش معانا. اهلا بيك حبيبي كابتن اشرف. في البدايه طبعا بقول لحضرتك الف حمد لله على سلامتك، يمكن خضتنا عليك شويه بس الحمد لله كله تمام وكله تحت السيطره. يمكن انا بس عايز اقول في الاول، انا كلمت حضرتك اسال عليك وحضرتك كنت منزعج جدا وحريص كل الحرص ان انت ما تتاخرش عن التمرين، قول لي يا كوتش على التجربه دي. تجربه صعبه قوي، ان الحمد لله كان عندي النزله معويه لمده 12 ساعه تقريبا، بعدها كل حاجه بقت تحت سيطره والحراره 36
بس مسحه سلبيه اشاعات سليمه. انما النادي الاهلي يعني مختلف، يهمه وصحه ولاده ولاعيبته كلها اكثر من البطولات يعني. فاصر اداره النادي ان انا اقعد اسبوع واعمل مسحه ثانيه. الموضوع خد بقى معايا حوالي 10 ايام. انا بعيد عن الفرقه بكامل قوتي العقليه والبدنيه. يعني انت زي ما تكون محبوس عايز تخرج. بس انا الحمد لله معايا جهاز قوي ولاعيبه رجاله تمام. وان شاء الله ان شاء الله. انا كلمت حضرتك كوتش وحضرتك كنت في قمه الغضب وعايز تنزل، يعني مدير فني يعني من تراث فريد، والحقيقه كوتش حضرتك من المديرين الفنيين اللي دخلوا الباسكت الحديث في مصر، وانا كان ليا الشرف ان انا اكون لعيب مع حضرتك في الفرقه، ويمكن اخر دوري ممتاز حضرتك خدته كان ليا الشرف ان انا اكون جنبك. شايف الاسبوع اللي جاي ده ازاي يا كوتش وانت عندك مباريات في منتهى الاهميه وضغط مباريات، عندك اصابه عبد الفضيل، شايف الاسبوع ده ازاي يا كوتش؟ شوف يعني هو طبعا اسبوع عموما الموسم ده موسم استثنائي، ما فيش شك ان احنا لعبنا بدري. يعني انا عندي راي ان احنا يعني كره السله محتاجه اكتر من الوقت اللي ادوهولنا بعد توقف 4 شهور. كل لعبه تمام. بتختلف في اعدادها صحيح. اللي انا شايفه ان نو اكسكيوز، انا بحترم الجمله دي جدا. مفيش اعذار، لو هنلعب بنص بيتنا احنا بنلعب على الدوري والكاس وبنلعب بفضل الله بكل قوه علشان نحقق طموحات نادينا وطموحات جمهورنا وطموحاتنا الشخصيه. كابتن احمد جرحي المدرب العام للفريق الاول لكره السله، اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، ازي حضرتك؟ يعني احنا سعداء ان احنا معاكم الحقيقه، وشايفين الروح اللي بيتأدى بيها التمرين، طبعا بيتمنى لكم كل التوفيق. في البدايه يا كابتن، يعني انتوا استعديتوا ازاي للاسبوع ده؟ يمكن توقف طويل، بعد كده حصل طبعا تدريب خارج الصاله، بعد كده تدريب في جوه الصاله، يمكن مراحل متعدده، احكي لنا عنها يا كابتن. والله يا كابتن هيثم، هي فعلا الاول بنرحب بيكم طبعا وعلى المسانده الكبيره اللي انتم مساندينها لنا. احنا في الاول طبعا فتره توقف كبيره جدا، رجعنا اتمرنا حوالي من 15 يوم ل 20 يوم في من اهلي مدينه نصر، ملاعب مفتوحه. كان كل التدريبات يعني عباره عن وحدات بدنيه. من 1/8 بدانا الحمد لله نخش الصاله في اهلي الجزيره. بدأنا بقى نراجع شغلنا الخططي، ومع طبعا تكملة البرنامج البدني. طبعا المدة صغيرة جدا انك تعمل فترة اعداد، مش صغيرة انك تعمل فترة اعداد عشان تلعب ماتشات، عشان تلعب منافسات عالية. يعني انت مش داخل صحيح. بتلعب دوري من بدايته، داخل من صفر لأعلى حاجة، انت داخل لأعلى مستوى، بتلعب مع جزيرة، بتلعب صحيح. مع اتحاد، بتلعب مع سبورتينج، فدي مستويات عالية طبعا. دي بتحتاج يعني ربنا يستر طبعا على اللعيبة سواء في اهلي او غير اهلي ويحميهم من الإصابة يعني. والحمد لله يعني احنا جاهزين بشكل كبير ان شاء الله ان احنا نقدر يعني نقدر ننافس باذن الله على البطولتين. كابتن مودي الجرحي كابتن الفريق، برحب بيك. حبيبي يا كابتن هيثم، ربنا يخليك. كابتن مودي، يمكن عندنا مباراه مهمه لحد ان شاء الله ربنا يكرمنا، الثلاث فاينل، مباراه الجزيره السبت اللي وراه. انت ككابتن فرقه شايف الاسبوع ده ازاي؟ طبعا الاسبوع ده حاسم طبعا. احنا حركه يا كابتن هيثم، احنا قبل الكورونا دي كان احنا ماشيين بمستوى كويس الحمد لله، فطبعا جت الكورونا عطلتنا شويه. رجعنا الفتره دي على قد ما بنقدر بنحاول يعني نجهز عشان الاسبوع ده، هو ده عارف لو زي ما بيقولوا حصاد الموسم كله. انت مركز بقى خلاص، داخل على سيمي فاينال كاس، سيمي فاينال دوري، فان شاء الله باذن الله. بس احنا واخدينها خطوه خطوه، في سبورتنج الاول نعديه، وان شاء الله كده خطوه خطوه كده لحد ما نوصل يعني. طب الروح طمنا عليها، طمن الجمهور على روح الفرقه، الترابط، الانكار الذات، الحاجات اللي تهم الجمهور جدا. لا طبعا، هي الفرقه بتاعتنا الحمد لله السنه دي هي زي ما حضرتك بتقول كده، هي روح واحده. كل اللي بيلعب مهم نكسب يعني، مش فارق مين يلعب الفتره الجايه دي بالذات. انا حتى في كذا اجتماع مع الفرقه قلت لهم الكلام ده، اهم حاجه احنا نكسب، محدش هيفتكر مين كذا، مين لعب ومين ما لعبش، هي اهم حاجه المكسب. ده هو النادي الاهلي كله كده حضرتك عارف يعني. كابتن ابراهيم الجمال، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، اهلا بك يا كابتن.
اهلا كابتن هيثم، ومبسوط اني معاك النهارده. ربنا يخليك كابتن. يمكن انت نجم كبير وليك تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر، ولعبت كاس عالم وتاريخك اتحدث عنك طبعا خلقا ولعبا. الحقيقه الحمد لله كابتن. انت الموسم يعني تعرضت لاصابه في الركبه خلتك يعني تغيب شويه عن التمرين والملعب، قول لي رجعت ازاي؟ رحله علاجك كانت قد ايه؟ اتفضل يا كابتن. بعد التوقف في بدايه التمرين حصل لي اصابه في الركبه كده، يمكن قعدت شهر بتعالج. وبحب وانا معاك اشكر دكتور محمد وفائي ودكتور احمد حسن ان هم بذلوا معايا مجهود كويس. ده جهاز كره القدم مظبوط ولا لا؟ جهاز كره القدم. ان بذلوا معايا مجهود كويس قوي ان انا ارجع، والحمد لله بقالي اكتر من 10 ايام بتمرن مع الفرقه، ويوم عن يوم الدنيا بتتحسن والحمد لله جاهز ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طيب يعني الاسبوع ده في ثلاث ان شاء الله يا رب ثلاث مباريات مهمه، سيمي فاينال يا رب نتاهل يبقى في ثلاث فاينال. عندنا ان شاء الله مباراه الجزيره، ضغط في المباريات، جاهزين لده يا كابتن؟ حضرتك عارف يا كابتن ياسم ان التوقف كان طويل، يمكن كنت بشوف الفرقه بتتعب جدا في الفتره اللي كنت مصاب فيها تمرين صبح وليل، هو ده اللي كان يرجع الفرقه تاني ان هي ترجع للمستوى اللي كانت فيه قبل التوقف. والحمد لله انا شايف ان الفرقه طالعه كويس، وان شاء الله ال 10 ايام دول يكونوا دفعه قويه لينا للفوز ببطوله الدوري، وان شاء الله نبدا بالكاس ان شاء الله. يعني Alexang, our American player in basketball team, welcome in Ahli TV channel. Thank you. Thank you. First of all, I would like to say we have a very tough week this week. We have a semi-final in Cup Championship. And if we win, inshallah, we will qualify to final after 2 days. How do you see this tough week personally and as a team? Well, you know, personally, it's a long time coming. You know, when I came here to Ahli, we want to compete for championships. So we finally reached the week where we can play for a championship. So everybody's excited and focused. You know, we've been off for four months. So, you know, it's good to be back, and it's good to be playing for a championship. So everybody is focused and ready to win. Tell me about the spirit, about, you know, in the championship, in the finals. The spirit of the team is very important. Yes, it's very and important. And we have to be in ready for that. You know, maybe bench players is very important right. than the players in the court. Right. How do you see that? Yeah, I mean, the spirit is important. You know, we must all stay together in good times and bad and stay positive. And it's one game. So, you know, guys from the bench, guys from who's been there all season have to just play their game and focus on that, what they do well, and we will be fine. Do you enjoy your time with the Ahli team? Yes, I do. You know, great group of guys, great organization. Since day one, they've treated me like family, so I'm very happy here with Ahli. Captain Ahab Amin, نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي والمنتقل حديثا السنه دي للنادي الاهلي، خلاص الناس بقى يعني عرفتك بالاسم، برحب بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن عيسى. يمكن وجودك كان صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، كنت اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، وادائك اللي قال كده يا كابتن. عندك اسبوع مهم، مباراه قويه، ماتش سبورتنج ان شاء الله فاينل الثلاث، شايف الاسبوع ده ازاي يا كابتن؟ طبعا اسبوع مهم جدا، يعني احنا تقريبا بدانا سيزون في شهر 9، احنا في شهر 8 دلوقتي داخلين على شهر 9 12 شهر بالظبط، سيزون استثنائي، ظروف استثنائيه، تعبنا قوي، كابتن اشرف تعب معانا، الجهاز الفني كله والطبي وكل الناس، واحنا تعبنا، والاسبوع الجاي ان شاء الله ربنا يعني هيكلل كل مجهودنا يا رب ان شاء الله. كابتن يمني، انت لعبت 4 سنين في الان سي دبليو اي دوري الجامعات في امريكا، اديت اداء كويس، احصائياتك كانت عاليه جدا هناك، يعني انت لعيب كنت هناك مؤثر في الدوري ده، ايه اللي يفرق الدوري المصري عن مثلا نقول مش هنقول ان بي نقول ان سي دبليو اي، ايه الفرق انت شايف عشان نقدر نقرب من الناس دي محتاجين ايه؟ يعني اعتقد مبدئيا يعني الحاجات الفتنس والحاجات الفيزيكال فيزيكاليتي، اعتقد هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبقى بعيده سنه عن دوري الجامعات، لكن اعتقد غير كده المهارات والكوتشنج وكل حاجه اعتقد قريبه جدا، الفرق الفيزيكاليتي بس والاتلتيسيزم. طب برافو، يعني انا عايز اقول لك ان الخبرات دي واللي انت بتقوله ده اكيد الناس هتسمعه اكيد هتاخد بيه. خليني اخش معاك في حاجه مهمه جدا يا ايهاب، يمكن
انت فتره قصيره دخلت قلب جمهور النادي الاهلي وحبوك وحطوك رمز من رموزهم، فالجمهور مستني منك الكتير، ده حاطط عليك عبء ولا شايف ده يعني حاجه كويسه؟ لا انا شايف حاجه كويسه جدا، واكيد يعني ممكن الناس تحس ان هو عبء، بس انا بحس ان هو حافز بالنسبه لي، ان الجماهير ورانا من ورايا انا بالذات من اول ما جيت النادي الاهلي، ودي حاجه مهمه وفخور بيها يعني من اول ما جيت.